بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، إزيكم عاملين إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين. معاكم مستر محمد عبده، مدرس مادة العلوم. إن شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا هيتناول الوحدة التانية، الدرس التاني، بعنوان القوة المصاحبة للحركة. كنا اتكلمنا في الدرس الأول اللي هو القوة الأساسية في الطبيعة، وهنكمل مع بعض الدرس تاني القوة المصاحبة للحركة. المفروض ان هو بيتكلم على ثلاث حاجات: الكسور الذاتي والاحتكاك والقوة داخل الأنظمة الحية. هنبتدي دلوقتي من اول جزء، الاحتكاك ان شاء الله. يلا بينا نبتدي مع بعض كده. هنبتدي نتكلم من الحاجة التانية اللي بيتكلم عليها الدرس، ثانيا قوة الاحتكاك. طيب احنا لو بصينا على الولد اللي راكب العجلة اللي بيسوقها دي، طيب معروف ان احنا قوة الاحتكاك مش غريبة علينا. بنقول ان في حاجة اسمها قوة احتكاك بتنشأ بين سطحين جسمين متلامسين، يعني كلنا عارفين ان هو طول ما هو بيدوس على البدال بتاع العجلة فهو هيقدر يمشي. طب لو ساب رجله من على البدال فجأة، ايه اللي هيحصل؟ الكاوتش بتاع العجلة هتقل سرعته ويقل ويقل لغاية لما يقف خالص. ده كان سببه ايه؟ حدوث حالة احتكاك بين اطار الدراجة والطريق او سطح الارض. وبنقول ان الاثنين دايما بيبقوا ايه؟ عكس اتجاه بعض، في اتجاهين متضادين. فهو بيفكرني كده، اي جسم متحرك في وسط مادي يواجه قوة مقاومة لحركته. في دايما حاجة بتقاوم الحركة بتاعتنا، في شيء عايز يقلل من سرعة الاجسام ويوقفها، اسمها قوة الاحتكاك. طيب قال الاحتكاك بيحدث بين الاجسام المتحركة والوسط الذي تتحرك خلاله. ايه ده هو الاحتكاك ليه اكتر من وسط؟ ممكن احتكاك يحصل بين الاجسام الصلبة وبعضها، وممكن يحصل احتكاك بين الاجسام الصلبة والمية، وممكن يحصل احتكاك بين الاجسام الصلبة والهواء، ودرسناهم قبل كده. بيقول لي الوسط ده ممكن يكون وسط صلبا كالارض، او سائلا كالماء، او غازيا كالهواء. طيب ما ننساش بقى، هو انا قال لي العلاقة ما بين قوة الاحتكاك وسرعة الجسم، ما ننساش العلاقة دي، قلنا العلاقة ما بينهم علاقة ايه؟ عكسية. يعني انت مثلا لو بتزق صندوق، وصندوق كبير تمام، والصندوق كتلته كبيرة، فبيقول لي انت كل ما هتعوز ان انت مثلا يعني تحركه بسرعة قوة الاحتكاك بتقل. طب ولو قوة الاحتكاك كبيرة، يعني لو كان الصندوق كبير هتبقى حركته صعبة، فقال لي العلاقة بين قوة الاحتكاك وسرعة الجسم علاقة في الأساس علاقة عكسية. طيب فهو بيقول لي مثال اهو، عند الضغط على الفرامل ايه اللي بيحصل؟ تتناقص سرعة الدراجة إلى أن تتوقف، لأن الاحتكاك بين إطار الدراجة والفرامل يولد قوة احتكاك. وقلنا الاتجاهات بتاعت قوة الاحتكاك، دايما الاحتكاك بيجي في اتجاه مضاد لاتجاه حركة الجسم، او في اتجاه لحركة الدراجة لو في مثال الفرامل اللي قدامنا، وهو ما يؤدي الى مقاومة حركتها. اول ما بدوس على الفرامل سرعة الجسم بتقل، يعني قوة الاحتكاك بتزيد. تمام، يعني ايه بقى هي قوة الاحتكاك مرة اخرى؟ قال لي هي القوة المقاومة للحركة، هي القوة المقاومة لحركة الجسم، تنشأ بين سطح الجسم المتحرك وسطح الوسط الملامس له. طيب ما هي فوائد الاحتكاك واضرار الاحتكاك؟ طيب فوائد الاحتكاك تعالوا كده نتكلم عنها. بيقول لي تمنع انزلاق الاقدام عند السير على الطريق. احنا النعل بتاع الكوتشي بنقول ان سطحه خشن، لان هو بيساعدنا ان احنا نقدر نمشي بشكل سليم من غير ما يحصل لنا انزلاق او تزحلق. طيب المساعده في حركه السيارات وايقافها، بسبب الاحتكاك انا قادر اتحكم في سرعه السياره، اقدر ان انا ازود سرعتها، اقدر ان انا اوقفها بالفرامل. طب نقل الحركه بواسطه التروس والسيور، زي عقارب الساعه كده، عقارب الساعه بتتحرك بسبب ان في حاجات كده شبه الصوره اللي انا حاططها قدامكم دي، دي حاجه اسمها التروس، دي حاجه اسمها ايه؟ التروس والسيور. طيب بسبب نوع عمليه احتكاك، جسمين بيتحركوا كل واحد عكس اتجاه التاني. طب مش دي من فوائد الاحتكاك، طب ايه هي اضرار الاحتكاك؟ قال لي بسبب حركه التروس دي، بيقول لي فقد جزء من الطاقه الميكانيكيه بسبب تحولها الى طاقه حراريه. انا لو جيت عملت تدليك لايدي، لما بنيجي نعمل تدليك للايد في الشتاء بنلاحظ ان في طاقه حراريه بتطلع، ما دي عمليه احتكاك. طيب طاقه الحراره دي ممكن تسبب تلف للالات الميكانيكيه مثلا بسبب زياده درجه الحراره زياده عن اللزوم. طب قال لي اهو سخونه اجزاء من الاله وتمددها مما يؤثر انا اسف على عملها، ممكن تتلف. طب من كتر الاحتكاك ممكن يحصل تاكل، احنا لما بنيجي نمسح الجومه مثلا بالجومه كتير بنلاقي ان في اجزاء وقعت، وبنفس الفكره كتر الاحتكاك ممكن يعمل تاكل اجزاء من الالات وتلفها.